اخبارنا ونكمل. وخبرنا دلوقتي عن المنتجه ساره الطباخ، يمكن اعلنت خلال بيان رسمي ان شركتها لسه مسؤوله عن اداره اعمال الفنان محمد الشرنوبي، وان العقود اللي ما بينهم لسه مستمره وصحيحه. واكدت ساره الطباخ في البيان، قالت ان الشركه الوكيل الحصري لكافه اعمال الفنان محمد الشرنوبي، وهذه الوكاله تشمل جميع اعماله الفنيه وكافه النشاطات الفنيه والدعائيه والاعلاميه. وتنبه الشركة على جميع النقابات الفنية التمثيلية والسينمائية والموسيقية وغرفة صناعة السينما والرقابة على المصنفات وجميع شركات الإنتاج الفني بعدم إبرام أي تعاقدات تحت أي مسمى مع الفنان محمد الشرنوبي إلا من خلال الوكيل الحصري لكافة أعماله طبقا وتنفيذا لأحكام القضاء. واختتمت البيان وقالت تهيب الشركة بالالتزام بالحكم النهائي، علما بأن الحكم يشمل حصرية الشركة لكافة الأعمال الفنية المختلفة للفنان محمد الشرنوبي، وحال مخالفة ذلك سوف يتخذ محامي الشركة كافة الإجراءات القانونية تجاه من تسول له نفسه مخالفة أحكام القضاء والحفاظ على الشركة وحقوقها تجاه الغير. البيان ده طلع بعد أكتر من أسبوع من إعلان الفنان محمد الشرنوبي انتهاء أزمته مع المنتجة سارة الطباخ بعد نزاعات قضائية استمرت لمدة 3 سنين، واحتفل بالخطوة دي من خلال مقطع فيديو على حسابه أو حساباته الرسمية على السوشيال ميديا، وقال أنا بقيت حر الحمد لله بعد 3 سنين من النزاعات القضائية والإساءة لسمعتي وتعطيل عملي. حكمت المحكمة لصالحي بإنهاء عقدي مع شركة الإنتاج بحكم نهائي، مليش أي علاقة ولا أي صلة تربطني بهذه الشركة، شكرا للقضاء المصري وكل اللي وقفوا جنبي. الفنان محمد ثروت، طبعا الفنان العظيم والقدير، خضع لعملية جراحية في القلب وهو لسه متواجد حاليا في المستشفى، ده طبعا بناء على أمر الطبيب المعالج ليه، طبعا بنتمنى له الشفاء العاجل بإذن الله. وانتهى مؤخرا محمد ثروت من تسجيل أغنية جديدة ليه بعنوان هنسيب لمين الغناء، كلمات الشاعر أحمد الملكي وألحان محمد